كل يوم أقعد الصبح وأني دايخ ولازم أشرب شيء حار الصبح حتى أقدر أصحصح على الأقل. بس زياد يحب يشربها تركية ومرات سادة يعني بدون شكر، أما رانيا فهي من أعداء الكافيين وتبقى تشرح لنا شقد شربنا المتواصل الكافيين يأثر على صحتنا. أنا شخصيا أشوف الموضوع بالعكس، لو ما هذا الفنجان اليومي كان ما أقدر أشتغل ولا أركز. الغريب أنه صعب الواحد يتخيل أنه هذا المشروب الشهير عالميا مصدر شجرة، وأكو أبحاث هواية تأكد أنه هو يساعد على زيادة نشاط القلب والدماغ. بالنسبة إلي أهم شيء أنه مزاجي يكون صح. شنو المشروب اللي أشرب يومي الصبح؟